مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة ومتجددة من برنامج أفكار متقاطعة. قارة سكانها 3 مليارات نسمة بدأت كشبكة خجولة عام 2003 وأصبحت إمبراطورية تكنولوجية وسياسية واجتماعية بكل ما للكلمة من معنى. مارك زوكربيرغ والفيسبوك رواد صناعة الوهم والأخبار الزائفة، أهلا بكم في رحاب العالم الافتراضي الأزرق. عندما نصحو صباحا أول ما نهرع له هو الفيسبوك لكي ندخل في عالمنا الافتراضي قبل أن ندخل في نهارنا الحقيقي الجديد. لماذا؟ لأن الفيسبوك هو بيت المرايا، بيت كأنه كله مرايا تحيط بنا، صفحات وجوهنا تنعكس على كل المرايا، أصداء ما نقول وما نريد أن نقول تنتشر حولنا أيضا. إذن تغيب احتمالية الحوار، احتمالية المشاركة الإنسانية المباشرة الفعالة، إضافة لأنه نحن عم نكون شبكة علاقات بضغطة زر نبدأ هالعلاقات وبضغطة زر نلغي هالعلاقات. هاي علاقات تبدو كأنه خفيفة، ما ألا ثقل علينا ولا كلفة، نبدأها بسهولة وننهيها بسهولة أيضا. إضافة لذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومن أهمها الفيسبوك اشتغلت على أنه تحد من خصوصية الإنسان، هي تطلب من الناس وتقول أنه تفضلوا اظهروا أنفسكم، عبروا عن حالكم. فعم نحاول كلياتنا أنه نقدم حالنا بأفضل صورة ممكنة لحتى يشوفون الناس بالشكل البراق وبلامع، لكن نحن نتناسى أن ليس كل ما يلمع ذهبا وليس كل ما يكون بريقا فهو حقيقي. ومع الزمن اكتشفنا انه هالمليارات نامت واستيقظت شافت حالها عندنا 3 مليارات جريدة، 3 مليارات رئيس تحرير. هدول كلياتهم حولوا الناس كأنه هن حكام مستبدين، البلوك بإيدن واللايك باللايك والبادي أظلم. هذا الحاكم المستبد يقرر مين بده يضل بالصفحة تبعه أو بالعالم الافتراضي تبعه ومين لازم يغادر. هون نجي نسمع لعالم الاجتماع البولندي الراحل العظيم زيغموند باومان يقول: مؤسس شركة فيسبوك يتغذى على خوف البشرية من الوحدة، ففي العالم الافتراضي لا وجود للوحدة، هناك دوما من يبدي استعداده ليقرأ لنا وليشاركنا اللايك وما يعرب عن إعجابه ودعمه. لكن بالمقابل يرى باومان أن وسائل التواصل الاجتماعي هذه مثل الفخ الذي يصطاد عواطفنا وبقايانا الهشة، حيث تسود أنماط علاقات مو مستقرة يعني أبدا، ما فيها مسؤوليات، الأحاسيس والمشاعر رجراجة متأرجحة، حتى صار التعبير فيها عن المشاعر آلي وافتراضي وأحيانا رفع عتب ليس إلا. إذن مع تطور وتنامي الفيسبوك أصبح
مكان ومسرح براق جدا للأخبار الزائفة والكاذبة، وتم استخدامه لدخول عصر ما بعد الحقيقة، أي الكذب المقونة. وصار الوهم يصنع من خلال أخبار كاذبة ومن خلال إمكانيات لناس تكون ضعيفة وضئيلة، ولكن اللايك، المشاركة، التعليقات الموجودة توحي أو توهم صاحب هذا الحساب أو هذه الموهبة أو أنه يمتلك هذه الإمكانيات. لكن على أرض الواقع هذه الإمكانيات تكون جزءا من وهم. مارك زوكربيرغ شكل مؤخرا ما يسمى بمجلس الحكماء للإشراف على المحتوى المنشور في الفيسبوك. طبعا هاي خطوة خطيرة جدا، لأنه دل كم هي طموحات هذا الرجل متورمة. جون نوتون في هذا الإطار، وهو باحث إيرلندي مرموق، أستاذ تكنولوجيا في الجامعة المفتوحة، وكاتب دائم في صحيفة الجاردين البريطانية، ومدير برنامج الزمالة الصحفية في كلية وولفسون، وأحد أساتذة جامعة كامبريدج، أصدر كتاب سماه من غوتنبرغ إلى زوكربيرغ، ما تحتاج معرفته حقا عن الإنترنت. في هذا الكتاب يصف جون نوتون الفيسبوك بأنه هي إمبراطورية سياسية خارج حدود المسؤولية أكثر من كونها شركة تكنولوجية. فهي مسؤولة عن نموذج عمل مسموم يحقق تقدم مخيف. هذا التقدم تحقق بالسنوات العشر الماضية، وكان من ضمن أهدافه اللي تحققت هو تقويض المؤسسات الديمقراطية والممارسات الديمقراطية. يسمي جون نوتون مارك زوكربيرغ بأنه المرشد الأعلى للفيسبوك، وهو لا يتهكم ولا يسخر من مارك. يقول مبررا لماذا يسميه المرشد الأعلى للفيسبوك، يقول أنه مارك يتحدث كثير بطوباوية ومثالية عن البشرية باعتبار أنه هو رئيس جمهورية افتراضية مكونة من 3 مليارات مستخدم. ويعتبر نوتون أيضا أنه قرار الشركة بتشكيل مجلس الإشراف أو الحكماء هذا من 20 شخصية، وفي احتمال أنه تضاعف لـ40 شخصية، هذا صار أثار قلق المحاكم والهيئات السيادية والهيئات التشريعية، اللي راح يكون المطلوب منها أنه تتنازل عن سلطاتها لحساب شركات تكنولوجية كبيرة مثل الفيسبوك، جوجل، أمازون. لأنه هدول جوجل والأمازون والفيسبوك صاروا دول رقمية عالمية وهي تدير العالم اليوم، وهي حقيقة لا مفر منها. هذا المجلس مطلوب منه أنه يراقب، ومطلوب منه أن يخفي حقائق غير مرغوب فيها، غير مرغوب فيها، لأن هذه الشركات تريد أن تضع القضاة وتحاكم نفسها بنفسها. إذن نحن أمام محاولة لصنع مستبد جديد يقود العالم، وهو الفيسبوك. وهذا الشعور بلش يتشكل من فترة، أنه الفيسبوك عم تخرج عن إطار وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا. لو نعرف أنه هاي الشركة عينت قبل سنوات نائب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق نيك غليك بمثابة وزير خارجية ناطق باسمها. طبعا كليك بسط الأمر وهونه وقال لا، يعني أنا مو وزير خارجية، يعني بس ناطق باسمها. فلما سألوه أنه شو هذا مجلس الحكماء والإشراف على المحتوى، وشو هالخلطة العجيبة اللي موجودة بهذا المجلس الحكماء، مثلا نشوف أنه ألان روس بريدجر رئيس تحرير سابق للغارديون اللي طلب موقعه
لأطول فترة لرئيس تحرير صحيفة بريطانية ومدير معهد رويترز للصحافة، موجود في نفس المجلس إلى جانب اليمنية توكل كرمان التي حصلت على جائزة نوبل والتي غيرت اتجاهاتها 180 درجة بعد حصولها على نوبل، والتي لا تؤمن أن الديمقراطية هي الحل. فنحن أمام متغيرات قادمة يصنعون الوهم، يسوقون الوهم، ثم يحاولون أن يسيطروا على هذا الوهم ويضخون الأخبار الكاذبة. هذا العالم الافتراضي الأزرق سلاح ذو حدين، انتبهوا منه وعودوا إلى أرض الواقع. دعونا نقف على أقدامنا وندرك أن الفيسبوك هو مجرد تواصل اجتماعي ليس إلا، وليس مكانا لصناعة أوهامنا وأمراضنا النفسية المتورمة. نلتقي على محبة.